تدخل عشاق الهبوط، هذا التمر 150 درهم كيبقى البيازا كما كتلاحظوا الولاد اللي كاينين، كاين نورمال ديال السنغالي، هذا اليويو او لا ببغاء السنغالي، فهذه الكوبل ديالو كيقول 1800 درهم. اخوان واحد المعلومه باش كتعرف دابا مثلا الجهوزيه ديال اليويو السنغالي، دابا كندو انا واحد الاخ سولني وجات حتى الوقت ندوز هذه المعلومه. هانتوما الاخوان بما كتعطيرو شاكولي كاين هذا كاس هنا باقا فين 22 ياك 17 شهور دابا الشخص امازوني كاس هنا خويا هذا الباقا شمن عام خلو منيرة اللي بغى شي حاجة هنا يكون بلاز كاري اخوان هنا طائر البيو ولا طائر نوار هذا كيخدمو بيه الميسو كيديرو معاه شوية ديال الكنار الشنوطة هنا هنا كوبلات ياك هنا شحال كيبقى الثمن كوبل كيبقى قداك ياك كيزيد شوي ها هو الشكيل ديالو دابا هذا شحال كيدير الثمن ديالو 65 درهم 65 درهم عاد نحن في السوق داير 100 درهم للواحد هذاك الشيء على الثمن تياوز نتاوي هادو شحال الثمن بياسة حمد ها نتاوي اخويا هنا كاين هادي اوبالين سكر ايوا اخويا السلام عليكم الاخوان فمرحبا بكم في فيديو جديد فانا كما العاده كتواجدونا الحد سوق القريعه فكما كتعرفونا الحد كيكون السوق شويه عامر هانتوما الاخوان الاجواء ديال السوق بالنسبه لمن تحتش ليه فرصه انه يجي للسوق عيشوا معنا الاجواء وغندير لكم واحد الدويره ونقرب لكم جميع الاثمنه اللي داخل السوق ومرحبا بالاخوان كاملين وتحياتي لكم اخوان جميعا لا داخل الوطن لا خارج ارض الوطن وتحياتي الاخوان كاملين عشاق الهبو هنا التمر 150 درهم كيبقى البيازا كما كتلاحظوا الولاد اللي كاينين كاين نورمال كاين كاين كتحتاج فيه باندات اوبالين هنا 150 درهم كيبقى البيازا هنا شحال الثمن 30 درهم هنا الثمن 30 درهم كيبقى هنا الثمن 30 درهم هنا كما قلنا 150 درهم الهبو الميرة ديال 06 96 01 96 76 الميرة اللي بغا شي حاجة في الهبو ولا كاين هادي عين حمراء هادي نتيوا ياك نتيوا اخويا اه نتياوي نتياوي هادو شحال الثمن بياسة حمد نتياوي اخويا هنا كاين هادي اوبالين هادي 600 درهم 600 درهم وبياسة الاخرين وهادي العين حمراء 600 والاخرين 500 درهم كيبقى 500 يلاه غيخدموا كاين هاد الكوبل هادي كيما مشي تباعت وكاين هادي نتوا هاد الكير كوبل ديال الدور تباع والله يسخر مولاهم باقي شي حاجه في كروبيو حمد لله هادو اللي كاينين دابا هما اللي بغاهم النمره حمد اللي بغاها كروبيو 0672 47 79 34 هاد الميرا اللي خسرت شي حاجه في كروبيو تواصل معاك ومرحبا بك هاد الفار شاكولي كاين هذا كاس هنا باقا فين 22 ياك 17 شهور دابا شوف هذيك البياسه اللي فيه ديك الشهر هو هذا ديال الروز مفطوم هذا ياك مفطوم ناري هذا شحال كيبقى الثمن ديالو 300 درهم مفطوم مدريسي ناري طلع بص خلو الميره ديالو الا بغا شي واحد راه مرحبا كاين هذا مدريسي تا هو مدريسي كيما كانوا هذا الباقي اش من عام تا هو 22 تا هو بحال هذا 22 والوليدات هنايا هنا كيبقاو 150 درهم الوليدات هما الوينات اللي كاينين هنايا كوبلات هنايا هنا ولا في هادو كاين زويجه ديال الراس اه هاد البياسه لتحت وصفر مع الخضر بالنسبه للراس زويجه هو هاد اللعبه هادو بياسه المدرسين 300 درهم كالوكسيت هادو مدرسين تاهما هنا شحال كيبقى الواحد 300 درهم كاين وليدات ديال الصوره كالوكسيت هادو هنايا هادو شحال كيبقى الواحد 200 درهم كاينه لافانتيا هادي خميشه هنايا هادي 100 غرام هنا بشحال وكاينه هادي هنا السورانك هادي شحال بعد شكون اللي خلى
المولينا هنايا دريسي تاعي هنايا تشيولو تكير ها تشيولو تكير هذه هنا تشيو وخلينا السينغالي هذا اليويو او لا بابا السينغالي فهذه الكوبل ديالو كيقول 1800 درهم اخوان واحد المعلومه باش كتعرف دابا مثلا الجهوزيه ديال اليويو السينغالي دابا كندو انا واحد الاخ سولني وجات الوقت ندوز هذه المعلومه هانتوما الاخوان بما كتعرف الجهوزيه ديال الطير هي كتشوف العين ديالو العين ديالو كتكون واحد الحلقه دايره بحلقه اما بالليموني اما بالصفراء كما كتلاحظوا على العين اللي زومي دابا على الطائر هذا كتعرفوا انه فيه 3 سنين ولا كانت العين ديالو كحله كيكون ولد العام ولا كانت هذيك الحدقه دابا هذه اللي كاينه بالصفر كتكون كري هذا كيكون عنده عامين تقريبا باقي ما وصلش سن البلوغ باش كتعرفوا انه بالغ كتكون العين هي كما كتلاحظوا كتكون عند حدقه صفراء ولا ليموني مغلوقه وباش كتفرق ما بين الذكر والانثى شحال الاخوان ما كيعرفوش يفرقوا بين الذكر والانثى ديال اليويو دابا بين كيكون الديل ديالو من الديل ديالو لتحت كيكون الذكر عنده واحد المثلث في الديل ديالو من التحت بالصفر والانثى كيكون بالخضر فهذه هي الطريقه الصحيحه باش كتعرف الذكر من الانثى وان شاء الله غنوفروا واحد الكوبل وغندير على فيديو ان شاء الله ونوضحوا اكثر فهذا الاخوان هما كما كتلاحظوا الثمن ديال اليويو دابا حاليا كيتراوح ما بين 1500 2000 درهم هذا هو الثمن اللي كاين دابا هاد الكوبله اللي قدامنا كيقول فيها 1800 درهم الشق امازوني كيسالينا خويا هذا الباك اش من عام؟ 2016 كما طلعوا 2016 عندو لا دايرين اش طلع طلع خلينا النمر ديالك بغا شنو خير 06 06 06 06 03 شكون فين هاد اخر من مراكش واللي بغا راه يصيفط لي ما كاينش مشكل كيبقى الثمن ديالو خويا 1500 كيبقى الثمن 8500 كي دوي قلت ياك ها هو كيما طلع عندك لا دايرين شوفو اه كاين لا دايرين ديالو عنده في الطوموبيل واللي بغا راه النيره خلينا يتواصل معاه ومرحبا بزاف خويا العشاق كيروش هنا الاينو كاين الكريمينو كاين اللاتينو هنا زكريا هنا شحال كيبقاو 60 درهم هنا 60 درهم الكوبل ياك وهنايا زكريا هادو الكورة هنا كيبقاو 35 درهم الواحد هنايا جويجات جويجة اللي من اللي وهادي من هنا هادي هنا هنا هاو نتيو 80 درهم هادي كتبقى 80 درهم كاين كوبل ديال فيشر 700 هادي هنا الثمن ديالها 700 درهم خلو النيرة اللي بغا شي حاجة هنا كوبلة زكريا هادي 600 درهم هادي 600 هادي 600 درهم كوبل كاين السنجاب السنجاب هادو تاهي كوبل ياك هما كيما تلاحظو هادو كيبقاو 600 درهم دريسين زكريا خويا النيرة ديالك 87 85 90 فالميرا اللي بغا شي حاجه الشق لامستير كاين البيسات هادو هنايا هذاك الروسي صغير ياك تقدر تجبد لنا شي وحده نشوفهم لحظه هذا كيبقى الحجم ديالو صغير ياك ها هو الحجم ديالو هو هذا كيبقى قداك ياك كيزيد شوي اه ها هو الشكل ديالو دابا هذا شحال كيدير الثمن ديالو 65 درهم 65 درهم عندنا حنا في السوق ديال 100 درهم الواحد هذاك الشيء هذا الثمن في مناسب اه و كاين هذه البياسه في اللوين ياك هذا اللوين هذا واحد اخر هذا تا هو نفس الثمن ياك هذا اللي قلب عليه في الفيس غير جاب 100 درهم الواحد اه كيبقى الثمن 65 ياك وهادو اللي هنا كبار هادو 25 حتى 40 درهم هادو من 25 درهم حتى 40 درهم والكاج نبيع حتى هو لا الكاج قول لي ماشي نبيع الثمن ديالهم 400 درهم في المحل اه هادو كدو 400 درهم تخلي الميرا اللي بغيتي تشوف شي حاجه كاين الفريزي حتى هو هذا فريزي ياك ليرا نشوفوا هذا حتى هو لحظه عزيز ما عنديش مشكل نتا خوف عليك سبع من راسها 57 47 51 85 85 بان الميرا اللي بغا شي حاجه ومرحبا بالجميع كاترين كاينه الكوبل هذه هنايا عبد الغني كوبل كاترين شحال؟
هذيك خويا 1600 هذيك تباع تباع ان شاء الله يسخر المولى. كاين المولينا، المولينا مازال المولينا هادو بلاديين ديالك. شحال كيبقى الثمن الكوبل؟ هادو الكوبل 3500 3500 درهم بلاديين ديالها. كاريكي منين ديالك؟ كاريكي عبد غني هنا البياسة هنا شحال؟ هنايا كاين دايرين 350 درهم. هادو هنايا دايرين السناب الخضرين دايرين 150 درهم. البياسة هذيك البياسة اللي بحال تما هادي هنا الزرقاء هادي كتبقى 300 درهم البياسة الزرقاء. كالوبسيت عبد غني كالوبسيت اخويا الحبشي داير 200 درهم حتى 400 درهم هنا من 200 درهم نورمال حتى 400 درهم. البينو 800 درهم الجنتاوي اللي بقاو البينو بقاو الجنتاوي واجدين 800 درهم كيبقاو الالبينو كما قلنا 800 درهم البياسة. الشق ديامون جولد كاين كوبل كوبل هنايا كحمد هادي لا خويا هاد كورة هادو كورة جوج كورة هنا هنا شحال كيبقى الثمن ديال 250 250 وكاين الشنابرات هنا الشنابرات كاينين كورة و الشنابر شحال 200 درهم 200 درهم والموانو الموانو هذاك 20 درهم الموانو كيبقى 20 درهم ندوزو نشوفو الطوطورين بالنسبة ل كاين الطوطورين بالنسبة للعشاق الطوطورين تا خويا السلعه يلاه ديجا تا دار هنا الكوبل شحال؟ الكوبل اخويا 450 450 درهم الكوبل والبادا هذوك البادا اخويا جوج كور مولاهم قال لي انت وذكر ولكن انا باني كيبانو جوج كور حتى من القمقوم تتعرفو 150 درهم الواحد 150 درهم كيبقاو البادا وندوزو للكاكاريكي الكوبل ديال كروبيو بالنسبة لهاد الكوبل الحمد لله الكوبل اخويا كتبقى ب 900 درهم هادي هنايا 900 درهم الكوبل هادي ولكن عندها واحد الصبيعات هادي راه درت مع واحد السيد غند ديالي ماشي واحد نسيتو جبتها والله الا تفكرت هادي الصبيعات وكاين هنا الكياسات هنا كروبيو هادي تا هي شحال كتبقى الثمن الكوبل هادي 900 درهم بيطاسيون وكاين فور بيس هادي فور بيس 400 درهم 400 درهم كتبقى الفور بيس اكثر ايوا خويا كاين الطقطقين اللي هنايا هادو اللي كاين اخويا العاديه هذيك الحمراء 250 درهم الكوبل وكاين العاديه 200 درهم 200 درهم العاديه وهادوك اللي بالبيض باناشي 450 كاين الكاكاريكي بالنسبه للكاكاريكي اخويا هاد الخضره ب 800 كوبل هاد الخضرين هكا الصدوقه ديالها هادي راه فيها البيضاء 800 درهم هاد الخضرين باناشي 1200 هادو كيبقى 1200 هاد الصفر مع الباناشي 1200 هاد بالنسبه لهنايا الليزانس اخويا 180 درهم هنا كيبقاو الثمن ديالو 180 درهم كاين الكالوبسيت هنايا الاخوان بالنسبه للكالوبسيت الحمد لله الكالوبسيت اخويا 250 درهم البياس هنا كيبقى 200 وكاين شي بياسات 200 درهم هذوك باقي الشنابر ياك لا هذوك جوج واحد يشرب ورا باقي جوج واجد 250 ياك اخوان الكوبلا ديال المولينا هذه 2600 درهم كاين هنايا الكيرا ولا فوق عليها ب 1000 درهم كاين الكوبل اللي فوق وتقال تحت 1800 درهم الكوبل اخوان هنا طائر الفيو هو طائر نهار يقدر كيخدمو به من السوق كيديرو معاه التوا ديال الكنار كاين اللي تو هدا هاي في الشاش هاي اللي باه تايا هاي هاي هنا هنا كيخدمو به من السوق ياك الثمن شحال كيدير 20 درهم 20 درهم وكاين سمريز واحد السمريز هاو هادشي هو ديال هاي هنا تمنيت درهم كوبل لا كيبقى الثمن 800 درهم كوبل بغا شي حاجه خلو النمرة تواصل معاه اما كيما كتحضر شكون عطاني النمرة النمرة ديالك 06 31 54 46 76 شكون النمرة اللي بغا شي كوبل هنا كيبقى الثمن ديالهم كيما قالنا 800 درهم اللي بغا شي حاجه مرحبا بالجامع هو كاين البياسات هادو هنا اللهم بارك راه كاين نورمال كاين كيما كتلاحظوا فلاو هنا اخويا شحال كيبقى الثمن الهوكو
كيف الثمن اخويا؟ مناش كيف الثمن؟ من 70 درهم حتى 100 درهم. من 70 درهم حتى 100 درهم، وكاسة تمايا ديال البلاك؟ البلاك الثمن ب 1000 50 200 درهم 250 درهم. لا تيجي الصديق صور لك الكاسات اللي عنده. سكران الكاسات هذوك البيض. هنا خويا شحال كيبقى الثمن ديالك؟ هنا كيبقى الثمن 100 درهم. هنا كيبقى 100 درهم كما قلنا البيض. وبالنسبه هنا خويا هو كل شيء 100 درهم. ها هما هنا كيبقى 20 درهم. هادو هنا 120 هنايا. تما هنا 100 درهم. اللي بغى شي حاجه بالجمله كاينه تا هو اللي بغى العداد ولا خلينا النار ديالك 06 56 49 10 19 فهاد النيره اللي بغى شي حاجه السيبارات كاين كيسد ديال الفيشر شوف كيما كيعرضو هنايا واجدين خويا هادو كلهم كبار ياك هنا شحال كيبقى الثمن جوجه هنا كيبقى الثمن 400 درهم هما الاولات اللي كاينين هنا الكالوب سيت تما كوبلات فاس بلوني هنا شحال كيبقى الثمن ديال شحال 500 درهم كيبقى الجويجه كلشي بحال الثمن 500 درهم كيبقى الجويجه كما قلنا الميره راه خليناها واللي بغات حتى الامازون الميره ديال الدري عاود لنا الميره ديالك 06 08 06 08 66 63 03 فهاد الميره ديالو اللي بغى الامازوني ولا شي حاجه كالوبسات ولا ليزاس مرحبا بالجميع كاين وليدات اليوم الجديد واللي بغى شي حاجه في كالوبسات ولا ليزاس ما كاينش بيروس لا كاين بيروس كاين بيروس تشوفوا كلشي ها هما الدوب كالوبسات بالنسبة للبيروس شحال كيبدا فيهم الثمن حمزة 30 درهم 30 درهم 30 40 كاين حتى هو العشاق ديالهم كيبغي يدير السلام حتى اخويا يكملوا كالوبسات كير لي ويت فيس هادو كاملين مولفين السورنك 250 250 درهم فاس بلوك كاين البياسات زوينين هاد الايزابيل 100 ايزابيل كيبقى 200 درهم هما كيما طلعوا يا خويا فرقات الصحة جيدة وكانوا مسافرين هادو الوينات اللي كاينين اليوم هادو كاين ايزابيل وكبير لي ويت شوفوا كاكاريكي كاكاريكي ها هو هذا باناشي طالع ياك باناشي كاكاريكي شحال داير اخويا 350 ها هو اما كاين بياسة ديال كاكاريكي اللي بغاهم كاين اخويا عاوتاني صفر الصفر هذا في الروز هذا فيشر فيشر ها الروز الروز كاين باناشي روز كاين بياسة باناشي وقلا السي الياس مصطفى خويا تحياتي على ندوز معاه بلاك كاين هما البياسات هنايا باناشي هادو كاملين ياك هنايا حمزة هنا خويا 850 حتى 300 من 150 حتى 300 درهم وكاين وليدات اخرين ديال الروز اللي هنا هادو اللي غياخذهم ياخذ لهم بول هادو باقيين صغار باقيين صغار هنا ما كاينش اللي يوكلهم في الدار جبتهم معايا بين ما فرقعوا شويه الريس هما كما قلت لهم اللي غياخذ هادو ضروري ياخذ لهم بوله باش ما حتى هو ما يتكوثرش في واحد 200 ولا 100 وبالنسبه هنا الاثمنه وصافي مناش كيبداو هنا خويا 150 200 من 150 درهم كاين بياسة تيركواز كاين بياسة كحلة بلاك كاين باناشيات كاين فيشر وروز مخلطة هما الاخوان بالنسبة اللي بغى شي حاجة الميرة النمرة خويا حمزة 06 60 46 88 35 فالميرة اللي بغى شي حاجة في وليدات تواصل مع حمزة ومرحبا بالجامع كاين الكورة هادو هنايا اللهم بارك ريع عليها حتى فوق شي حاجة ريع لا صافي لا كم تولوا الاخوان في حمام النصاف هنا 500 ذكر ياك 500 الواحد وقالنا الثمن 500 درهم للدقيق كاين كوبلات هنايا المشاوي هنايا شحال دايره؟ 500 اللي بغى شي حاجه راه مرحبا كوبل هنايا كيبقى كوبل 1000 درهم مقابل قابل سعر كاين قابل تفاوض كما قال لكم كاين هاد الكوبل هادي هنايا هنايا بالنسبة اللي خصو تشيوات كيرا داك
نتوما ديالو هذيك قرطه السياق نتوتو ياك هذا الطكيره نتوما ديالو هادي الكوبل حتى هي كتبقى 1000 طلق طلق نتيوا ديالو ها هي نتيوا ديالو حتى شوفوا اللهم لا الشر الحمام نتيوا ديال القرطاسيه وهنا هي بياسه شحال كيبقى ديال الفواياجور هادي سير شحال كيقول ما عرفتش الثمن ربعين درهم ياك وهادو هنا اخو حسن خليه عندك هنا يا اخو حسن هنا شحال كيقول هادي هنا كيقول هنا تيقول 40 درهم حسن خويا عطينا النميرة سولوا لي ياس 06 45 61 40 شنو تبعي فهمي على حساب شي حاجه ومرحبا بمصطفى اللي بغى شي حاجه كاع في المغربات راه مرحبا كاين اخويا مصطفى ماشي بخير صحه مزيان النمره ديال اخويا مصطفى اللي بغى شي حاجه 06 12 56 58 58 58 فهمي بالنسبه اللي بغى شي حاجه نشوفوا اليوم الجديد عند اخويا مصطفى كاين هنايا ولي ولياك هذا ولد العش لا هذا باقي صغير لا الدرج قول لي جدير راه كيسحب لي الوليد كاين الجدير البياسات اللي بغاهم مكلمين كاين كيما قال لكم بياسات اللي بغى شي حاجه راه مكلمين داويين وكاين فيديوهات سالتهم كاين فيديوهات اللي بغى يتصنت ولا شي حاجه كتصاوب هو راه كاين هذا هنا هذا شحال كيبقى الثمن ديالو كل تصنت هذا الثمن ديالو كيبقى 100 درهم وكاينين بياسات اخرين داويين 350 وهذا كما قلتي 100 درهم ندوزو لهم تما كاين هنا مصطفى هادي كوب نوار هادي كوب ياك التكير هو اللي من هنا ياك وباش دابا كتعرف تذكر من نتوما مصطفى هنا؟ التكير هو اللي الراس ديالو كحال ونتوما الراس ديالها مار التكير كيكون ديما راسو بالكحال ياك مصطفى هنا شحال كتبقى الكوب هادي 250 درهم كاين هنايا وطاوات هذا مصطفى ولد الشاب هادي شحال كيبقى الثمن ديالو مصطفى؟ 800 درهم 800 درهم بالقفيز هو القفيز ديالو بهذا الشكل كاين هنايا الشحمومية بالنسبة للشحمومية مصطفى كاين هاد البياسة هنا ديال الشحمومية هاديك راه عندها 6 شهور هادي عندها 6 شهور هادي شحال كتبقى مصطفى؟ 350 كاين الحداد بالنسبة للشاف الحداد بالنسبة للحداد مصطفى؟ هذا 300 درهم هنا مصطفى؟ قامت شو 100 درهم ياك قدام هادو فرق فيه بزاف كيبقى 100 درهم هاد الحداد اللي حداه هنا مصطفى الحداد اللي هنا 300 درهم باش كيبقى كيبقى الثمن 300 هذا الوطوات اللي هنا مصطفى هذا ولد العش هذا كيبقى الثمن 500 درهم هنايا طيط نوار هادو هنايا 100 درهم الحبه اما كما سمعتوا راه قدام تما فيهم كلام ديالو مصطفى تا هو زوين ولا بغي فيه كلام ديال الحسنيه هنا مصطفى السمنه المغربه سميتها السمنه المغربه السمنه المغربه لاغريب لاغريب ميزيسيان ميزيسيان هو الاسم ديالها العلمي هذا مصطفى الكلام ديالو الكلام ديالها زوين هو الكلام ديالها زوين ديال السمنه المغربه ديال السمنه المغربه ديك الساعه طلع ليها وهذا شحال كيبقاو الثمن هادو 500 درهم 500 درهم الاولين غادي كيضربوا السيكالين هما هنا السيكالين كما قلنا مصطفى راه معروف بمغربات بياسة مصطفى الاولوال ولا ولا كيني ولا ولا نتكلم اللي بغى شي حاجه راه هما كنا سميتو الاخوان كاين بياسة هنايا ديال الاولوال هذا مصطفى هنا الثمن بحال هذا المهم قول لي هاك باكا معزولين في البيت هما مازالين تحت هنايا ما فيهم شي حاجه راه كاين فيهم تما اللي بغى الفيديو كما قلت بصافي تسوق ولا شي حاجه مرحبا كاين الوطاوات هنايا هذا ولد العش هذا شحال كيبقى هذا 400 درهم 400 درهم وكاين هذا اللي هنايا هذا كله مغربي هو مولف ياك الصاف هذا ولد العش 700 درهم هذا كيبقى الثمن 700 درهم ولد العام والله ما بارك كاين ديك البياسه اللي لهاها مصطفى تاع اليسر هذاك الجدار عنده تقريبا شي 5 شهور عاقل وكلشي هذاك 300 درهم 300 درهم وكاين هذيك الكاسه الاخرى هذاك 1200 هذاك 1200 هذاك يبقى القفيز ديالو هذاك القفيز ديالو ولكن اللهم بارك هو الفيديو ديالو ها هو كما سمعتوا اللي بغى الفيديو ديالو وهذيك الكاسه اللي لها مصطفى هذاك 150 درهم نكملوا هنايا مصطفى
البياسه هنايا ديال بانسو بانسو البانسو ديال برا هذا قول لي الباساج هذا 150 درهم هذه بياسه بحال ديال قبيله شنو مصطفي لا غريف ميوزيسيان لا غريف ميوزيسيان ياك وبالعربيه السميه ديالها مصطفى سمنا المغرده ها هي راه كاينه البياسه هذه حتى هي هنايا ماشي حاجه راه مرحبا كاينه الوطاوات هذا هذا ولد الشاك مصطفى اللهم بارك درهم بالقفيز ديالو كاين هنايا الضو ديالك مصطفى هذه شحال كدير البويطه 20 درهم 20 درهم كاين موجود فيهم العدد اللي بغا شي حاجه كما قلنا المره خلينا لكم تواصلنا مصطفى ومرحبا بالجامع خويا عند رشيد ديما سلعه جديده ياك خويا رشيد ديما الجديد ديما الجديد الاخوان الثمن شحال خويا رشيد 150 درهم الله يبارك فيك اللهم بارك خذ 150 40 ولا 10 ولا 5 كره 80 بعدو خلاص خلاص كره كره ولا تعب كره هذا خداش سيدي ترى شدي هذا خداش السيد هذا طوير ديال البلاد وقيلا راه الشجر الجزار مليح يكون عنده شي عامين تقريبا في الحله الله يبارك شي على ماسك عنده في البيت ولا تعب كره ماشي ساهل باش نحط هاد الماسكات حاليا في السوق هذا واحد المتتبع جانا من الدار البيضاء من حي البركة كنشكروه اتصل بينا ماشي مرة ماشي جوج واليوم بغيت عاد كتاب باش يدي طوير والحمد لله راه غادي طوير الله يبارك زوين والله يسخر ليك الله يسخر ليك خويا رشيد بغيت نسولك دابا كيقولك برانية ولا البلاد هادشي مثلا باش كنفرقوا بيناتهم مثلا هو البرانيه فيها جوج انواع فيها الطير الماجور وفيها الطير اللي ليغو الفرق بيناتهم والكبير الفرق بيناتهم هو الماجور ديال اوروبا الاليغون ديال اوروبا والماجور ديال سيبيريا هو الفرق بيناتهم عاد ديال البلاد هو البارفا تقريبا بحال هذا النوع هذا ما داخل الحجم كيكون صغير بالحجم هذا ما داخلش فيه البارفا 100% ولكن راه ديال البلاد هذا راه ديال البرانيه الفرق بيناتهم هو ديال البرانيه كتكون التحميره ديالو في لورونج وديال البلاد كتكون التحميره ديالو بحال كحله شويه ديال الكحولي هذا هو الفرق دابا هذا هو الفرق بين البرانيه وبين ديال البلاد ودابا خويا رشيد دابا اللي خدام مثلا الطوار دابا هكا كيفاش تتعامل معاه؟ حنا باش كاين اللي كيقول واش رجع مغطي عليه ولا لا ما تغطى عليه ما والو الطير مغطي اصلا طير دار 14 5 شهور راه مزون ناضي كتعامل معها بطريقه اخرى كديرو في قفيز كتسنى كتغطي اصلا على قبل البرد لحقاش حنا في الموسم ديال الليالي باش ما يتاثرش ولا ما بغيتيش تغطي راه ما تغطيش حتى الالسن راه مصلبه كلها صحيحه اللهم بارك وكانت ديال المسرح صافي كتعامل معها بهذه الطريقه الطير الا عندك الزهر ولا هذا راه شهر جوج ولا ثلاثه دخل لك اللبده راه من الاحسن يعني شهر خمسه راه يكون عندك الطير واجد وتخدم به يخدم لك من خمسه حتى لسبعه ولا ثمانيه وبالنسبه للتحديه خويا رشيد الزوان والماء صافي الزوان والماء هذا ولا ما تكثروش على الطيار باش ما تصابش بامراض دابا كثرت الماكله راه كتصاب الطيار بالامراض متعدده عاد كيف يولي بنادم كيقلب على الدوايات هذا اللهم الزوان والماء مره نكذب على الطير بواحد الفيتشا كدير فيها اما شويه زرع الشوك ولا المهم شي حاجه اللي شويه دلو شويه هذا ضل الطير هادشي اللي كاين اصاحبي كنشكرك خويا رشيد على المعلومات وثاني النمره ديالك اللي بغيت تواصل معاك مرحبا تحيه لجميع الموالي بعدا نضي لهم تحيه داخل المغرب وخارج المغرب وكنشكرهم بزاف كيبادلوا لنا نفس الشعور وتحيه للموالي القنوات كاملين تما داخل المغرب وخارج المغرب تما كيبذلوا واحد المجهود كاملين من كبيرهم حتى لصغيرهم كنشكرهم بزاف كنشكر حتى المتفرج اللي كيساهم معاهم حتى هو كنشكروه النمرات ديالي 0619-04-62-34 كنشكروا الاخ صابر ما نساوش حيت قلنا له يخليو واحد ديديكاس ديال فرنسا كنشكروه بزاف على التواصل والتعامل تحيه للناس ديال فرنسا ديال الجزائر ديال تونس ديال بلجيكا ديال هولندا كاملين خارج المغرب واللي نسيناه راه ما نسيناش راه باقي في القلب داخل المغرب او خارج المغرب مرحبا بالجميع وكنشكرك خويا رشيد على هذه المعلومات والله يسخر لك خويا الاخوان النميره اللي بغا شي حاجه توصل لراسهم مرحبا بالجميع الله يبارك كلهم زيانين
هذا الاخوان اصلي على الله بارك في المستوى ومرحبا بالجميع.